إذا صلح العباد مع الله استقامت الحياة معهم، فالله يأمر الحياة أن تكون جنة على المؤمن. أما إذا حاز عن إيمانه أو التفت عن قرآنه أو شغل عن دينه فالعقوبة لا بد وأن تنزل العقوبة بالإنسان سواء كان فردا أو كانت جماعة. الله عز وجل خلق الإنسان ليؤمن بالله وحده، خلق الإنسان ليستقيم على شرع الله، خلق الإنسان ليقيم العدل في الحياة. فالمؤمن المستقيم الله عز وجل يحفظه من كوارث الدنيا ومن عذاب الآخرة.